مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات على ارض مصر. بقدم انا ساره الهلالي حلقه النهارده اليوم الخميس، بتمنى انها تحوذ على رضا حضراتكم. هنتكلم عن موضوع مهم النهارده في فقرتنا الرئيسيه، وهو عن اشاده دوليه بتجربه الاصلاح الاقتصادي المصري، وهنستضيف في هذه الفقره دكتور سيد الخولي عميد كليه التجاره جامعه عين شمس الازبق. اما الان فمع الاخبار، وبيشرفنا فيها ضيفنا الجليل استاذ مصطفى قايد، الكاتب الصحفي بالجمهوريه والمتخصص في الشؤون البرلمانيه. اهلا بحضرتك، منورنا النهارده يا فندم. واول خبر معانا النهارده، السيسي لوزراء التعليم العالي العرب، دوركم مهم للارتقاء بالجامعات والمساهمه في بناء الانسان. وزي ما احنا عارفين ان سياده الرئيس اكثر من مره تحدث عن اعاده بناء الشخصيه المصريه وبالمنتديات الخاصه بشباب العالم اللي كان يعني في ايام قليلة مرت عليه، ومؤتمراته والتقاءه بالشباب بشكل دوري أكد من خلال هذه الرسالة أن احنا ما بقيناش بس مسؤولين عن الشباب المصري، وإنما خرجنا خارج نطاق المصريين فقط، وبقينا مسؤولين عن الشباب الإفريقي والعربي بشكل أكبر. إزاي حضرتك يعني بتقرأ هذا الخبر؟ في البداية أولا أحب أوجه تحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاهتمامه الكبير بالشباب. نعم. فهو فعلا وضع الحل المناسب للنهوض وبناء الدولة في الشباب. ولذلك نجده جليا من خلال الاهتمام بالشباب، وشاهدنا مؤتمر الشباب الأخير واستضاف الشباب من كل الجنسيات، فالشباب هم طاقة أي دولة. فالدولة تنهض بالشباب، فلا بد من الاهتمام بالشباب، والرئيس السيسي أدرك ذلك والجميع يدرك ذلك، والكل يعمل في هذا النطاق، وليس في نطاق مصر بس، ليس الشباب في مصر بس، لكن توجه للشباب الأفريقي وأخيرا الشباب العربي. فلا بد من تكاتف كافة الشعوب العربية وممثلة في طاقة الشباب. الشباب لازم لديه طاقة، لديه حماس، لديه إدراك بما يحدث حوله. ممكن من الخبر ده نشوف أن مصر بتتبوأ مكانتها مرة تانية، وأن هي بتقود العالم العربي حتى ولو بالأفكار، لأنه زي ما حضرتك تعلم لفترة طويلة كانت مصر هي اللي بتصدر التعليم والثقافة والفنون للعالم العربي ككل. هل دي خطوة من الخطوات المهمة اللي بنقدر ننقل بيها مرة تانية خبرتنا، وبنضع يعني ممكن نقول أقدام الشباب العرب على أول الطريق؟ بالفعل هي مصر تبوأت، وليس تبوأت بالفعل في مكانها الطبيعي بين الدول العربية، بين الدول الأفريقية، بين الدول العالمية. مصر استعادت مكانتها في وقت وجيز. لو لاحظنا خلال الخمس سنوات الأخيرة، مصر نهضة اقتصادية جامدة، مصر جيش قوي، مصر صناعة قوية، مصر عادت بقوة، مصر تقود قاطرة الشرق الأوسط باقتدار، رغم ما نراه من حولنا من كافة الدول الأخرى وما يتلبس لنا، لكن القائد يسير، القافلة تسير، ودع الأمور أو مش عايز أقولها، لكن إن شاء الله كل خير قادم لمصر بإذن الله. بإذن الله. بنتقل مع حضرتك للخبر الثاني، لأنه برضو خبر مهم، والقانون يتصدى لمساوئ السياس. تشريع بالبرلمان ينظم ساحات انتظار السيارات، 21 سنة حد أدنى، وعدم تعاطي المخدرات لمنح الرخصة، حبس وغرامة لمن يحصل مبالغ متجاوزة من قائدي المركبات، ورسم الترخيص لا يتجاوز 1000 جنيه. أعتقد أنا محتاجة بقى توضيح. أولاً عايزة ألفت النظر يا فندم أنه دي مش أول مرة بتتدخل الدولة للقضاء على مساوئ الشارع بشكل عام. يعني شفنا قبل كده قانون بينظم أو بيحجم فكرة التوك توك، فكرة العربيات في حاجة البديلة. قبل ما نخش في القانون، حاجة أوضحها، أن لجنة الإدارة المحلية بقيادة المهندس أحمد سجين المحترم وافقت وقدمت القانون للجلسة العامة. كان مدرج النهاردة أنه يتناقش في الجلسة العامة، لكن للأسف تم تأجيله لبعد 12 يناير. فبالتالي هو هيتناقش ويقرر بعد 12 يناير ان شاء الله. ده اول تصحيح. ده اول تصحيح. فكره تدخل الدوله، ويعني نقدر نقول وضع يديها من اجل ضبط حاله الشارع المصري. مش هتكلم بس عن المرور، الضبط عموما، لانه ده اولا ليه علاقه بالمرور، لان هم السياس بيأذوا المرور طبعاً بشكل او طبعاً باخر. له علاقه بممارسه عنف احيانا، له علاقه بيبقى كده بالاقتدار، يعني ان هو لازم بالقوه، فرض بلطجه. صحيح. بلطجه للاسف. القانون ده هيقضي عليها نهائي،
حضرتك بتعاني منها جميعنا بيعاني لما يجي يركن عربيته في اي مكان يبص يلاقي واحد كده جاي يا تدفع يا ما تمشي يا. فهذا القانون وضع قوانين ثابته، وضع مبالغ معينه تتم تامين 2000 جنيه مثلا ترخيص، اماكن محدده. نجد حضرتك لو رحت جنب جامعه القاهره في شارع المودي الميداني الجيزه هتقفي يا تدفع يا تمشي، مفيش ويديكوا وصل كده ما اعرفش تابع لمحافظه الجيزه ازاي ولا تابع لاي جهه. هذا القانون يقضي على هذه الكيانات الوهميه، انا بعتبرها كيانات وهميه لان السياس دول يعني هنقدر نعتبر بالمواصفات اللي مكتوبه دي انه هيبقى يعتبر موظف عنده وظيفه معروفه عنده هويه، لو تجاوز حد هيقدر يحاسبه. تقدر تجيبيه في اي وقت موظف يعني معاها رخصه معاها كل حاجه، مدون سيره وسلوكه بياناته يعني كل حاجه موجوده، فيه دعم فلوس هيدفعها تامين. من يخالف ذلك بقى ايه؟ في عقوبه، حبس من 6 شهور لغايه سنه، فيه غرامه ماليه تصل الى 5000 جنيه. صحيح. فالقانون ده ينظم معاه عايزين برضه، ورسم الترخيص لا يتجاوز ال 1000 جنيه، يعني هو عشان يحصل على الترخيص لازم يدفع مبلغ مش هيزيد عن ال 1000 جنيه. يعني ممكن 600 700 900 المهم ما يزيدش عن 1000 جنيه. طيب استاذن حضرتك تعالى نتابع هذا التقرير ونشوف راي المواطنين ايه في تقنين عمل السياس بالشارع المصري. ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة مشروع قانون مقدم من 10 عدد أعضاء المجلس بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. وأبرز التقرير البرلماني أسباب تقديم مشروع القانون موضحا أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادي السيارات حيث فرضوا أوتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق. لو احنا عايزين فعلا نعمل قانون زي ده ونطبقه لازم نوفر بالفعل مساحات موجوده حوالين المصالح الحيويه وحوالين المنشات، عشان ما هو الناس لو ما لقتش مكان تقف فيه فهي مش هتلتزم، وبالتالي هتلجا ان هي يكون في حد تاني ينظم لها المرور بشكل يعني اجباري او زي ما قلتي السايس او كده. كل حاجه تنظم المرور والشارع المصري شيء كويس، فمرحبا بهذا القانون المشروع، يا ريت يعمم وينفذ ويكون في فرص عمل للناس اللي هتفقد شغلها، عشان فعلا احنا مش عايزين نعمل يعني بؤر فساد تاني او ارهاب في المجتمع ناس بطاله وكده. يا ريت ده من زمان قوي الموضوع ده. احنا بنعاني منه جامد جدا. خصوصا في منطقه الازهر كمان بالذات. وسط البلد يعني هوجه جامده جدا. الموضوع كله دلوقتي انه بقى يعني بقى خلاص الناس دلوقتي بقت تستسهل الموضوع. ان هو خلاص بيمسك فوطه ويقف في اي حته في اي رصيف فاضي اللي يركن ياخد منه 5 و10 جنيه. بصراحه المشكله دي مشكله كبيره جدا وتواجهنا كلنا لما نيجي نروح الاماكن العامه، اماكن فيها تجمعات، اماكن فيها باركنج كتير، لا في واحد واقف لازم نديله فلوس مثلا 10 جنيه 20 جنيه على حسب المكان يعني. ولو احنا ما اعطيناش يعني ما اعطيناش فلوس او كده بيبتدي مثلا يبوظ العربيه. اهلا بحضرتك مره تانية، وتابعنا راي الساده المشاهدين قد ايه طبعا بيرحبوا بالفكره انه يكون في تقنين للسايس في الشارع المصري. حضرتك بتتصور نجاح هذا القانون في تطبيقه تصل الى كام في المئه؟ لا اعتقد لو هناك متابعه جيده ومتابعه حقيقيه لاي قانون مش هذا القانون فقط نسبه النجاح تعدى 90%، لكن مجرد اقرار قانون وعدم تطبيقه على ارض الواقع فهذا اعتقد سيكون فشلا ذريعا. لكن اتمنى وانا واثق ان الجهود هتبذل وسيتم تطبيقه بنسبه 100% باذن الله.
تمام. الخبر الثالث معنا النهاردة، الرئيس السيسي يواجه بإعادة تأهيل قصور الثقافة على المستوى الجمهورية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مجمل استراتيجية الوزارة ومحاور عملها وخططها المستقبلية. الخبر في حد ذاته بيقول قد ايه احنا مهتمين بالقوى الناعمه، وان قد ايه على القوى الناعمه استعاده دورها الحقيقي لاستعاده او لزرع الانتماء بداخل الشباب وبداخل المواطنين، دورها التوعوي قد ايه مهم، دور القوى الناعمه في المجتمعات وقد ايه كان مهم في مصر وعليه استعادته مره ثانيه. هذا الخبر كمان يرجعنا الى الاهتمام بالشباب. نعم. الشباب نظرا خاصه ان في الخبر حضرتك تلاحظي رسالة ثقافية في القرى والنجوع. يعني في العديد من القرى ما فيهاش قصور ثقافة. ليه؟ عندي قريتي مثلا اسمها الخزندرية في طهطة في سوهاج ما فيهاش قصر ثقافة. ليه؟ مع ان بدلا من تجمع الشباب في المقاهي والطرقات وكده بنعمل لهم قصر ثقافة، نفرض عليهم هيمنتنا احنا، حطهم تحت ايدينا بدل يعني بلاش اقول هيمنتنا، خلينا نوسع توعية يعني توعية نوسع يعني. نوسع ادراكهم. صحيح. نوسع ادراكهم. صحيح. بدل الافكار المتطرفه بدل ما بتسيبهم عرضه للاستقطاب. بالضبط. صحيح. انا فاهم. لابد من ذلك. وهذه رساله جيده من السيد الرئيس برضو ايضا. ان القرى والنجوع تعاني، فلابد من نشر الثقافه في كل الاماكن. فيه مبادره رئاسيه اسمها صناعيه مصر، دي تحمل ايه؟ تحمل ان كل الشباب لابد ان يكون له مهنه، يفكر جيدا، يصنع كيف يصنع مهنه معينه. الحقيقة دايما بنلاقي توجه سيادة الرئيس بيصب في إعادة بناء الشخصية المصرية مرة تانية. مزبوط. فكرة الاهتمام بصحته، الاهتمام بتعليمه، الاهتمام بتوعيته. هنا مرة تانية بنتكلم مع الإنسان، أو خصوصا لو هنبتدي بقى ننزل للشباب والأطفال كمان بهتم بيهم أكتر، هنلاقي أنه واجب علينا أن ما نبصش للطفل على أنه جهاز هضمي بيأكل ويشرب. مزبوط. أو واحد رايح المدرسة يعني ياخد حشو يبقى في الامتحان وبعد كده ينساه. لا، ده جسد وروح وفكر. هو ده اللي احنا محتاجينه الفتره دي. هو فعلا ده محتاجينه، واعتقد مع عمليه تطوير التعليم بتدعو الى هذا الكلام. واعتقد في برنامج رئاسي برضو ابدا حلمك، ده يهتم بالاطفال الموهوبين وادراكهم، والعيل من هو صغير طفل عنده بيحب ايه بيكره ايه، ننمي موهبته. بالشارع المصري بتشوف مردود الاهتمام بالشباب أثروا إزاي الفترة الأخيرة، خصوصا وإحنا لسه زي ما حضرتك تحدثت في أول الحلقة متابعين منتدى شباب العالم، وشفنا قد إيه الشباب كان متحمس وبيخرج بورش عمل وبيخرج بمشاريع مستقبلية. إزاي حضرتك بتشوف؟ ليس الشباب فقط، وإنما الشباب والمرأة. الشباب والمرأة في قمة السعادة، أخيرا وجدوا من يحنوا عليهم، وجدوا أن فيه اهتمام من السيد الرئيس، اهتمام من كافة المسؤولين، كافة القيادة السياسية، لقوا من يعني فيه من يستمع الى مطالبهم، من يتكلم بدون واسطات وبدون خيار وفاقوس، مش بس بيستمع ويستجيب. ويستجيب. وهذا ما شاهدناه في النواب المحافظين الاخيره، كلهم شباب. فده ادى الطاقه حتى لنا كصحفيين وكمختلف الموظفين. الانسان بدا يشتغل، ممكن في باللحظه يلاقي نفسه وزير، يلاقي نفسه محافظ، يلاقي نفسه حاجه جامده في البلد. وده طاقات جوه الانسان، وده اي انسان من حقه يحلم بكده. صحيح. طبعا أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة. بنشكر ضيفنا الكريم الأستاذ مصطفى قايد الكاتب الصحفي بالجمهورية والمتخصص في الشؤون البرلمانية. نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا فندم. مشاهدينا الكرام، بنطلع مع حضراتكم لفاصل قصير ونستضيف دكتور سيد الخولي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأزبق عشان نتحدث عن الإشادة الدولية بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصرنا الحبيبة. انتظروا بعد هذا الفاصل القصير. على أرض مصر أمر غاية في الأهمية، نقاط سخينة، إنجازات جديدة تتضافر، مجموعة من أهم الأحداث. لازم إحنا برضو نبدأ بنفسنا، هو مش موضوع جاي كده عشوائي. أداء عالمي، في أنشطة محظوظ إن حضرتك بتعمليها. جولة في أهم أخبارنا النهاردة. كيف ترى مبادرة مليون صحة؟
الإعلام الدعائي يقعد يلقى قبولا لدى الجمهور. نفذ الوعي السياسي على الشعب المصري حتى يومنا النهارده. إعلام الصوت العالي. ونرجع معاكم مرة أخرى على أرض مصر.